انتهز عدد كبير من السياح الأجانب وجود الفنان محمود عبد العزيز في أحد الأماكن السياحية بالأقصر لتصوير مشاهده في مسلسل باب الخلق، والتفوا من حوله والتقطوا صوراً معه معبرين عن سعادتهم لرؤيته، كما قام عدد من أهالي الأقصر بالتصوير مع نجمهم المفضل. من ناحية أخرى، انتقل فريق عمل مسلسل باب الخلق للتصوير الداخلي بالديكور الخاص بالحارة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بعدما انتهى الفنان من تصوير جميع مشاهده بالأقصر. المسلسل يسرد عدداً من القضايا المهمة التي شهدتها مصر في تسعينات القرن الماضي وحتى قيام ثورة 25 من يناير، وذلك من خلال شخصية محفوظ زلطة التي يجسدها محمود عبد العزيز تبعاً لأحداث المسلسل. باب الخلق من بطولة محمود عبد العزيز وصفية العمري وعزة أبو عوف وعايدة رياض وتامر هجرس وسناء شافع ومحمود الجندي، ومن تأليف محمد سليمان وإخراج عادل أديب. انت ذكر صحيح قلب ميت، حسب الله على مقامك اهو طالع من الخرش، ولا تاخد مرايتي تبص فيه؟ يا ما راح زيك واصغر منك كمان، كانوا عاملين 100 راجل في بعض. أنا حياتك تاني دخلت السيمة بتاعتك اللي أنا شايف فيها صنعة ولا هومت من السوق.